سي حسين، احنا مش زلنا مواصلين ديجا، جوست نحب نشوفوا الفيتيير اللي فيه تيمونياج بالحق من سجين خرج من السجن، لكن الى حد الان مازال ما لقاش تاهيل، مازال ما لقاش، نجم نقولوا مازال ما لقاش روحه، معناتها مازال ضايع، مازال يسال في برشا تساؤلات. نشوفوه بالحق حاجه تحز عن النفس برشا برشا برشا. شوفوا التقرير وراجعين. اسمي بلال، عمري 35 عام، مضيف طيران سابق. غلطت غلطة، والغلطة دي كتكلفت لي غالية، كلفت لي 6 سنين حبس. الحبس حبس حاجة أخرى، حبس أصعب من الناس تعرف. الغلطة مسك واستعمال مدلس، كنت نخدم فإذا به حياتي تقلبت 360 درجة من الفواجات والسفر. نلقى في روحي في بار حساب أول نهار دخلت فيه للحبس، فما كلمة ما ننساهاش، الجارديان تلفت الكبران تاع البيت قالوا الباب يتسكر، قال الباب يتسكر، معناها بمعنى الناس كل راقد راسه جنبه. ولا تقريبا البيت فما 40 على في بيت متاع 8 على 400 روس، ما تتصور معنا. بعد كاش في الحبس من البيت هذيك تحولت لبيت اخرى، في بالي اني باش نلقى حاجه اخرى. دخلت نلقى مرافع وصله وعباد اخرى وناس اخرى وقضايا تسمع بها كان في الجرايد، وتراها بحذاك تعيش معك. ما كنتش بسهل تتاقلم في البيئه هذيك، من البيئه اللي كنت فيها للبيئه هذيك مش بسهل تتاقلم، خاصه مع داركم مع الشيء اللي عانيته. ولكن أقلمت لدرجة أني وليت روحي من الناس هذيك، أني عايش معاهم وكيفهم. أنا مش نفس تربيتي ونفس البيئة اللي تربيت فيها كيما الحبس اللي لقيته، معنا بيئة صعيبة وفما حاجات ما ننساهمش، تعرضت لياسر حاجات وفما حاجات ما ننساهمش. أنه فما واحد مثلا كان يأكل معايا الصباح الأربعة متاع الصباح قيته منتحر. حبس اليوم هذي تبع فيه، عندي توا برسك عامين غير شوية، مفاش الحبس مفاش، يقعد يتبع فيك، سواء باش تخدم نجم باش تخدم، يقلب عليك حتى وهنا عندي شيء تأهيل. فكرتي إني باش نعاود نبنى حياتي جديدة ونفوت على صار الكل، نعاود نرجع نخدم نجمش. عائلتي سيبورتاتني في الحبس وسيبورتاتني برا الحقيقة، عائلتي وأخواتي. كنت على علاقة مع طفلة 7 سنين، يعني قطعت العلاقة في الحبس، خاطر جيت في مرحلة ما وصلت عامين وما زلت موقوف، ما نعاش روحي وماشي، فبعثت جواب قطعت العلاقة. ممكن هن أخاك وليس بطل. فما شكون انفيتاني معناها بحذاه كبار، حابني نخدم معاه، قعدت نتهرب منه جي شهر وبدلت النوامر وبدلت الفيسبوك، يقعد ويرجع لك. ديجا حاليا عندي ياسر مشاكل، ما فضيتش مشاكل اليوم من هذا نفس الموضوع، ولا تحاول تتهرب منه ويحاول يجيبك بطرق اخرى. مشيت خدمت مره كوميرسيال سالير باهي، واني بالحق في الكومينيكاسيون نعرف روحي لاني نعرف نكومينيكي. بعد جمعه مولا الشركه قال لي بربي مفتاح الكرهبه، يودي علاش نفهم، قال لي اخي انت هاك طلعت نظيف ياسر، كيف زاد حتى كونتاكت مع بنات. قضايا ما حتى الاخلاقيه راهي في الحبس مكروه والسارق مكروه، مين مدخلش على هذا دونك. كنت راها انه حتى كي يسني واحد شنو نحكيها، ما كنش نستعار منها، اوكي منو تحكي معاكم، بعد كيش انقطع البث تختفي. بريود الاولى باش تأقلمت مش بالساهل، قلت لك معناها اني وقت اللي دخلت الحبس كنت في فواهش، ما عنديش 8 أيام ما روحت، نلقى روحي وصلة ومرافع والبيت مخنوقة بالدخان. عاش يعني ممكن عائلتي كاكسبسيونيال، يعني بطبيعتي محبوب في العائلة الموسعة، أما مش كيما عملتهم قبل كيما عملتهم لك توا تحسهم يسألوا فيك من باب المجاملة، خاطر يعرفوا شخصيتك. أما عاش كي قبل وديجا الدنيا كيما قلت لك ما توقفش على حتى حد، ما نعاش مشكل، ما تجمش سوق الناس الكل، تحط الناس الكل فرد معيار. فما ناس تفرح كي تراك، فما ناس تجاملك عادي، يقول لك هو بريء يثبت إدانته، لا أنت مدان حتى تثبت أنت براءتك. Thank you.
كنت مفكر نحرق كما تفكر الناس كل، مش بضروره في اوروبا، اي دوله كانت حتى ليبيا نمشي، المهم يعرفني حد. حتى حاولت نبعد من البيئه هذيك، نبعد معناها نقول نبعد على البلاصه اللي تولدت فيها ولا عشت فيها، تلقى روحك نفس الدوره تدور فيها. وتوا فما حاجه اخرى، اي قضيه مجهول ندوك تبحث عليها. الحاجة الوحيدة تعلمتها من الحبس اني عمت تقول كلمة لا، مش بالساهل في دنيتها تقول كلمة لا. تعلمت ديما اني شك قرينة الشك، ما عاد نوثق في حد. الثقة ديجا قلت لك فما ثقة، كي يقول لي صباح خير نقول لاش قال لي صباح خير. فما ناس الساعة ما تستحقش انها تدخل الحبس، خاطر نعرف اني شكون دخل حتى على نفقة الحبس، رجع ترويج، رجع مراوش. الحبس ما يصلحش، الحبس اني قلت لك تعلمت حاجات ما نعرفهمش، فما الحبس اللي علمني ياسر حاجات، وراني الدعازق الكل، وراني الخباب الكل. فما ياسر هيك امثله في الحبس كيما هيك بالضبط. لاي شخص في حاله صراع، يعني قال لي قاضي ضيع، قال كلنا في حاله صراع. قال لي يعني تو نخرج بحذاك نعمل اكسيدون، نقتل واحد، تلقاني بجنبك. هذايا التيمونياج متاعنا هذا بلال كما نحن سميناه، مش اسمه الحقيقي. حكايته تقريب حكاية برشا مساجين اخرين، برغم انه عنده عامين ملي خرج من السجن، لكن الى حد الان كما سمعتوا في التيمونياج الى حد الان مازال ما لقاش حل لحياته. تخميمه كما تخميم الناس الكل، حب نحرق، ما هوش لاقية حتى شيء. فما حاجات الحقيقة ما نجمناش نعديهم، لأنه فما مآسي الداخل. حتى كي تسمعه هو يحكي للدرجة اللي وصل لها، يعني لهني تقول أعليش هو غلط غلطة. نحن مع العقاب أكيد، ما هوش أي إنسان باش نخليوه يعني يعمل اللي يحب عليه، لكن من بيئة يلقى روحه في بيئة أخرى، وتقريبا الحالة متاعه ماهيش حالته هو برك. تقريبا معظم المساجين كيما هكاك. سي حسين تحب تقول حاجة من قبل؟ هذاك علاش أمال، خاطر واني نسمع في بلال والذاكرة تمشي بيا، وسرحت شوية تقريب نفس الطون ونفس حتى الاستعمالات اللغوية متاع الكلمات اللي نذكر مليح مع المجموعة اللي قمنا بعملية تأهيل وادماج. تو من بعد كنت نحكيو خاطر هام انا نحكيو على التاهيل والادماج، ماهوش باش الناس تفهم شنو معناها التاهيل وشنو معناها الادماج في اطار المتابعه. الوغ شوف، كيف يخرج السجين تقريبا كلهم باش يتكلموا، فما كلمه تتكرر كلمه الغلط اول ما تسمعها منهم هم. باهي، هذه الكلمه تتكرر عن تقريب كل اللي تعاملنا معاهم وقتي باش تقع عمليه التاهيل ساعه قبل. الحاجه اللي حاب نقولها هنا ونتوجه بها اكثر، اللي يركز عليها هو تو بلال هنا، المحيط يحكي برشا، قال برشا العائله، وبدا يحدد منيح عائلته كيفاش كان موقفه ويقيس تحسه، وقتاش كانت متفهمتني وقتاش مش متفهمتني، البنيه اللي تعرف عليها كي وقتاش مشات معاه وقتاش من بعد تتخلى. يعني يولي حتى تركيزه على الذات ولا متنازل عليه، كان نحكيه من ناحيه السيكولوجيه، معناها حتى تركيزه على الذات وبناء الذات هو ولا محطم في جانب كبير من ذاتيته ومن نفسيته في الاستيم دو سوا وغيره. هو حتى طبيب نفسي راهو ما مقبلش انه باش يتعالج. فنمشيو للجانب الاجتماعي، وهنا ديما التأهيل ماشي نجيها. الوغ ثم باش نلخص ما نطورش برشا، ثم اربع مؤشرات نحب الناس ان يتوجه بها ومن خلال هالمنبر هذايا نتاعكم. لازم المحيط نتاع المسرحين من السجون يتفهموها مليح. المحيط نتاعو سواء العائلي، العلائقي الفردي، وإلا المؤسسات اللي حاولوا، راهو فما أربع حاجات تحاول تقيس بهم السجين كي يخرج. وده يحكي عليهم بلال. أي. ثم كلمة الخدمة. ثم كلمة البنات. ثم كلمة الخدمة والبنات والعلاقة والعلاقات الفردية، مش يحب يعمل علاقة كسوة متاع زواج ولا متاع علاقة حميمية غير. ثم مسألة كلمة أخرى ما قالهاش بلال لكن احنا نقولها، هي النشاط المدني أو الاندماج المدني متاع الشاب هذا. راو إذا كان تحب تقيس المسرح، علاش ما نحبوش نستعمل كلمة خريج السجون، نقول مسرح من السجن، لأنه كان هو خريج، معناها كان خريج جامعة، لكن تعرفوا شنو يتخرج السجن. هو مسرح من السجن، إذا كان شفته بدا يخدم ولا عنده استعداد العمل باش يخدم أي حاجة، سمعت قال كريم ما نجمش نخدم، راو مش ساهل أنه يقتنع بفكرة عودته العمل. إذا كان حسيت فيه يمشيش حتى يهز بالة في دارهم ويخدم شوية، راو مؤشر إيجابي أنه بدأت عملية الاندماج.